أما الآن فرح نكمل أخبارنا مع الحدث العالمي وهو حفل البيلبورد أوورز اللي تابعناه فجر اليوم، ومثل كل سنة حضر عدد كبير من أهم نجوم الموسيقى العالميين، لكن طبعاً اللي سرقت الأضواء من لحظة بداية هالحفل هي تيلور سويفت واللي افتتحت الحفل بعرض استثنائي لأغنيتها الجديدة مي. والبرفورمانس كان كله ألوان مع مارشينج باند، وأكيد شارك هالمسرح براندن يوري اللي غنى معاه هالأغنية. وغير تايلور فكمان كيلي كلاركسون الهوست للمرة الثانية لهالحفل قدمت مدلي لأشهر الأغاني لنجوم كتار أبرزهم Girls Like You لمارون 5 و One Kiss لدولي باو غيرهم، والكل تفاعل مع هالهيتس وخاصة خالد. أما أريانا غراندي فكان طبيعي تقدم 7 رينجز اللي صارت محققة أكثر من 373 مليون مشاهدة على يوتيوب، وحصلت بهالليلة على جائزتين، الأولى Achievement Award والثانية Top Female Artist. وما كانت مفاجأة إنه فريق BTS اللي طلوا بأوتفيتس من ألكساندر ماكوين يربحوا جائزتين Top Dio Group و Top Social Artist، وقدموا أغنية Boy With Love مع هاسلي. ولكن الرابح الأكبر هالسنة كان من دون منازع دريك اللي حقق رقم قياسي جديد بفوزه ب 12 جائزة من أصل 17 ترشيح، وهالشي خلى يصير الفنان الأكثر شهرة بتاريخ البي بي ام ايز. This one means a lot to me because it's an artist award, and I want to say that we just got back from tour recently in Europe, and we spent a lot of nights talking to each other. You know, we spent a lot of nights conversing. We've obviously had like an unfortunate series of losses within our business, and I just want to encourage everybody to let other artists know how you feel about them. Let them know that you love them, respect them. أما كاردي بي فحصدت نص مجموع جوائز دريك وحصلت على 6 جوائز من ضمنهم Top Rap Female Artist. If you got a favorite artist, support them, stream their music, listen to their music, tell a friend to tell a friend about their music. بس الأكيد إنه الأيكونيك بيرفورمانس بهالليلة كان لمالوما ومادونا اللي قدموا لأول مرة لايف أغنيتهم الديو، ونقال إنه هالاستعراض كلف حوالي 5 مليون دولار لأنه مادونا رقصت مع 4 هولوغرامز أعادت فيهم مشاهد من الفيديو كليب. وطبعاً هيك حفل حضروا الكتار من الستارز مثل إيفا لونغوريا وجينيفر هادسون وباولا عبدول وديفيد جيرا وجيسيكا لادن وسابرينا كاربنتر وكريسي ميتس وجاستن هارتلي وتيري كروز وأوليفيا وايلد، وحرصت بريانكا تشوبرا تدعم زوجها نيك بهالليلة فتألقت بفستان أبيض شيمري من تصميم زهير مراد. أما صوفي تيرنر فتواجدت كمان بجانب خطيبها جو واختارت فول برينتد جامب سوت، وأكيد كمان دانيال ديليسا شاركت زوجها كيفن هالحفل المهم. فالجونس برادرز قدموا أول عرض إلهم من بعد ما رجعوا مع بعض فغنوا 3 من أنجح أغانيهم مثل Cake by the Ocean و Jealous و Sucker. بس الهايلايت كان زواج صوفي وجو بلاس فيغاس بطريقة كتير سيمبل من بعد انتهاء البي بي ام ايز. And I love you. And I thank God. He gave me you. He gave me.
يعني دائما عروض البيلبورد بتفاجئنا وبتكون كثير حلوة، ويعني كل العروض مبهرة، خصوصا انه البيلبورد بتعتبر من اهم المسابقات الموسيقية العالمية، والمنافسة على الجوائز بتكون طوال السنة بين النجوم اللي دائما بيحاولوا انهم يتصدروا التوب تشارتس.